طب قولي لي بقى، لو مثلا مره في عيد ميلاد واولادك رايحين عيد ميلاد في ملابس تنكريه، وبنتك جت قالت لك انا عايزه البس باتمان سبايدر مان حاجه ولادي جدا، والعكس صحيح لو ابنك قالك مثلا عايز البس فروزن حاجه ملهاش علاقه بالولاد، هتعملي ايه؟ هتسيبيهم اللي هم عايزينه؟ مش هتحاول تقنعيهم ان هم لابسين الحاجه اللي يعني مش هقول لو لقيتهم مش مقتنعين هسيبهم فعلا؟ ها وانت شايفه ان الابروتش ده هو ده الصح في تربيه الاولاد، ان هو نسيبهم براحتهم اللي هم عايزين يعملوا؟ بصي لا مش في كل حاجه، بس انا دايما بحس بشوف ان الستايل ده ستايل لبسك دي حاجه انت يعني it represents your character، بتعبر عن شخصيه سواء عاجبني او مش عاجبني. يعني في ناس ممكن ما البسش زيهم بس بحب ان هم عندهم كاركتر في لبسهم، بيحبوا الوان معينه، بيحبوا جولري قديمه كبيره، بحب الناس اللي عاملين ستيتمنت في الستايل بتاعهم سواء عجبني او ما عجبنيش. بالظبط، فاهمه قصدك ان هو يبقى فيه ليهم علامه معينه او بصمه معينه باينه في لبسهم، ودي بتعبر عن شخصيتهم. بالظبط. طب الناس الخجوله ونفسها تعبر عن شخصيتها في اللبس تعمل ايه؟ يعني تنصحيهم يلبسوا ايه او يعملوا ايه؟ يلبسوا الحاجات اللي بيخافوا يلبسوها، بس انا طبعا مع حته ان لازم نلبس اللي مناسب للتايب لجسمنا. بتاع جسمنا. يعني في ناس زي ما انت بتقولي بتبقى خجوله ومش مهتمه باللبس بس بتلبس حاجات غلط، يعني ما ينفعش مثلا يبقى عندنا بطنه قوي ونلبس حاجات ضيقه قوي. ما هو اللبس فيه انواع كتيره جدا نقدر نبيك، بالعكس هو مش مهم نمشي على الموضه، يعني مش عشان مثلا التوبات الضيقه موضه نلبسها وهي مش لايقه علينا ومش حلوه علينا، صح؟ لازم نلبس الحاجه اللي محليه شكلنا، صح؟ القصيره قوي البسي كعب عالي، ما لا اصل انا بحب الواطي، لا البسي كعب عالي لانه هيفرق هيفرق في شكلك هيحليك. بالظبط صح، المفروض نهتم بده فعلا، عندك حق.